هنكمل مع بعض اللي بدأناه الدرس اللي فات، وهنا احنا هنبدأ نعمل موديلنج للجزء ده والجزء ده، او بمعنى اصح هنعمل واحدة ونعمل منها كوبي ونعملها هيدن لحد لما نخلص باقي الاجزاء. خلينا كده نروح لل 3 دي اس ماكس ونشوف احنا وصلنا لايه. دي اخر حاجة عملناها اللي هي كانت اللوجو اللي حطيناه جوه المربع ده، هناخده كده نعمله سيليكشن ونزقه ناحية الشمال عشان نبدأ نعمل موديلنج في النص. قبل ما اعمل مودرنج في الحته دي انا هعمل اكتيفيت سناب توجل تو ذا نتورك او تو ذا جريد علشان اقدر ان انا اظبط المكان في الظبط، وهعمل سيلندر هعملها كده من النص، وبعدين هظبط الاعدادات بتاعتها هشوف الفاليو هتبقى كام. طيب هروح على قائمه موديفاي واعدل، اخلي راديوس 60 ونخلي الهايت مثلا 6، نبدأ كده بستة ونشوف الطول مناسب ولا لا. هي مش هتبقى طويلة اوي، خلي بالك تقلي لو زودنا شوية عن 6 هيكون افضل. طيب خلينا نعمل 10، والهايت سيجمنتس كفاية اوي 3، مش هحتاج اكتر من 3. والكاب سيجمنت لو جربنا كده نزودها هتبقى عندي مشكلة لما اجي امسح، لان انا هتخلص من القرص العلوي ده، فلو زودنا الكاب سيجمنت خليناها 2 او 3 كده هيبقى عندي مشكلة ان انا هضطر امسح كل البوليجونز اللي في النص دي واعمل لها سيليكشن واحده واحده. خليني اغير اللون ده لانه هو باهت قوي ومش مبين الخطوط. طيب نرجع تاني للكاب سيجمنت، نخلي الكاب سيجمنت نخليها 1، نقللها نخليها بدل ما هي 3. اوبس سوري، انا هنا قللت الهايت سيجمنت، لا معلش انا عايز اغير الكاب سيجمنت. نغير الكاب سيجمنت، نقللها نخليها 1 عشان اقدر ان انا امسح الكاء اللي في النص دي، البوليجون اللي في النص. فخلاص كده السايز اخليها حاجه ديفيزبل باي 4، نخليها 20 مثلا مفيش مشكله. كونفرت تو اديتابل بولي، واغير السليكشن مود للبوليجون وامسح البوليجون اللي في الوش اللي في النص دي، عاملها ديليت. هسلكت البوليجون الاخيره اللي انتوا شايفينها مظلمه دي واغير النورمال بتاعها عشان يبقى باين بالنسبه لي. هشيل الاول السناب عشان اعرف اتحرك براحتي، واعمل سيلكت للبوليجون ده واضغط على فليب عشان اغير النورمال اخليه باين الماتيريال قدامي. هو كده كده مش هيبان لان انا هحط فوقيه جزء تاني، بس عشان واحنا شغالين يبقى واضح. طيب عايزه بقى ابدا اعمل اكستروجنز، وهشتغل على الايدج مود عشان اعمل اكستروجن للجزء اللي انتوا شايفينه ده، اعمل الحافه دي وبعدين الحافة المايلة اللي مديني الميل الخارجي ده، هنشوف هنعملها ازاي. سهلة جدا ما فيهاش اي مشكلة، بس هي المهم ان انت تبقى فاهم انت شغال ازاي. فنروح للايدج مود، نضغط دبل كليك على الايدج الخارجية دي، اتأكد ان انا ما عملتش سيليكشن لحاجة غيرها. انا برجع تاني بإني بضغط على التي عشان ارجع للتوب فيو تاني، واعمل اكستروجن بفاليو مثلا 10 كويس اوكي، وهعمل اكستروجن كمان مرة بس المرة دي اخلي الفاليو بتاعته ايه اكبر شويه، نخليها 20 مثلا واضغط اوكي. هروح بقى للفرونت فيو، هضغط اف واروح للفرونت فيو، وعايزه ايه زي ما انتم شايفين كده ال الحاجات مش متساويه، البوليجونز مش متساويه. فهعمل ايه، هرفع ده كده الاول لفوق، هرفع الحافه دي لفوق، وبعدين هحول الى الفيرتكس مود وسلكتهم كلهم وخليهم سكيلد بحيث يبقوا ايفن، يبقوا متساويين زي ما اتعودنا نعمل عموما. طيب هسلكت المجموعه دي واستخدم السكيل واخليهم ايفن تمام، وارجع تاني للتوب فيو واعمل ايه بقى. عايز اخلي النورمالز برضو يتغيروا هنا، فهروح للبوليجون مود واضغط على البوليجون ده وشيفت عشان اسلكت الدايره كلها، كنترول والبوليجون ده وشيفت، واعمل فليب للنورمال علشان يبان الماتيريال قدامي كويس. هرجع تاني للايدج مود الاقي لسه عاملي سيليكشن للايدج الاخيره، فاعمل ايه اكبرها بقى شويه مش كتير يعني، لان هي دي اللي هخليها الحافه المايله. اخليها ازاي مايله هوريكم دلوقتي. بصوا معايا هنا، انا عايزه اخليها مايله وفي نفس الوقت تديني الشكل اللي انتوا شايفينه ده اللي هو ايه، اوسع من فوق ومن تحت ومن على الجناب اضيق.
اللي هي شكل البيضاوي شوية. طب هعمل الكلام ده ازاي؟ اولا هستخدم الروتيشن وهستخدم السكيل. هعمل روتيشن للإدج واستخدم السكيل، بس الاول اعمل حافة زيادة عشان ابقى شغالة في السيف سايد. نخلي مثلا الفاليو بتاعتها ماشي 20 كويس، وهعمل واحدة زيادة تانية صغيرة اخليها 5 او 10، وابدأ ان انا ايه اظبط الحواف اللي عندي دي، يعني هي دي اللي انا هشتغل عليها. يعني هنا شغالين في الفرونت فيو. طيب انا هعمل ايه؟ انا اولا عايز اعدل الحافة دي اللي هي الخارجية دي، فهظبط الاحجام الاول بالسكيل، وبعد كده هعمل موضوع الروتيت. فهعمل دي سكيل كده من الواي اكسس زي ما انتوا شايفين، ومن الاكس بس مش كتير، اكتر من الواي. ليه؟ لاني بعد كده هاجي اعمل روتيت عشان ادورها اخليها تزق من فوق لورا ومن تحت لقدام. فهاجي كده هستخدم اداة روتيت، انا بوريك شكلها من كل النواحي. هستخدم اداة روتيت واعمل ايه زي ما انتوا شايفين كده، عملت روتيت للحافة. وبعد ما عملت روتيت هروح زقها لتحت بالموف تول، فهي كده ادتني الشكل اللي انا عايزاه، بس هي متساوية من الناحيتين. هي صحيح مالت من ناحية وناحية، لا بس مكانها متساوي من ناحيتين، لا انا عايزاها تنزل لتحت. فهدبل كليك عليها تاني وهغير الموف تول وهزقها ناحية الشمال اللي هو تحت، وارجع تاني للتوب فيو عشان اتأكد ان اللي انا عملته ده مظبوط. خليني اعمل سناب توجل عشان عايزة اغير الشكل كله على بعضه، اخليه 90 درجة عشان يبان عندي هنا في الليفت فيو، واتأكد ان انا شغالة صح. للأسف الفرونت هنا مديني باك، فانا ممكن اغير الفيو اخليه باك، بس الباك ملوش اختصار. انا دايما مشكلتي مع الباك ان هو ملوش اختصار، يعني الفرونت حرف الاف، التوب حرف التي، الليفت حرف ال، فدايما عندي ازمه في كده. خلينا في البرسبكتيف مؤقتا لحد لما نظبط اللي احنا محتاجينه. طيب هدبل كليك عليها الحافه دي، هو لسه عامل لها سيلكشن زي ما هو مش لهاش، انا عايزه انزلها لتحت شويه واطلعها لبره برضو، بس الاول اتاكد ان انا كده ده الدوران المظبوط اللي انا عايزاه. هعملها اكسترود مره كمان، وبعدين نخليها فاليو صغيره، خليها 5 كفايه قوي. انا مش عايزه غير ريم زياده، بحيث ان هي دي بس اللي يحصل فيها التاثير، عشان لما اجي احط بعد كده الموديل في تربو سموث، خلينا ارفعها شويه، لما احطه في تربو سموث ما يتاثرش الشكل الاصلي اللي عندي. طيب خليني اعمل شويه سكيلينج اوت للشكل كله بالشكل ده. اوكي كده تقريبا. خلينا نعمل اكسترود تانية، نخليها الفاليو المرة دي ب10 او ب20، 20 كويس. واعمل بقى ايه؟ اعمل سكيل خالص، اكبرها تماما عشان اعمل حواليها الجزء اللي هلزقه فيه باقي القطع. برضو انا هنا ضغطت اف اداني الخلف، فاما ان انت تدور الجهاز الاوبجكت سوري مش الجهاز، او ان انت تروح للباك فيو. انا هروح للباك فيو اسهل. طيب انا عايز اعمل ايه بقى؟ خلاص انا كده عملت حواليها، انا خلصت القطعة اللي في النص بتاعتي، عايز اعمل حواليها ايه؟ مستطيل، بحيث اقدر ان انا اوصلها بباقي القطع. طيب هعمل ايه؟ هروح للفيرتكس مود وابدا ان انا احول النقط دي لشكل مربع زي ما عملنا مع اللوجو. فهعمل سيلكشن مجموعه مجموعه، واستخدم السكيل والموف تول عشان اقدر ان انا احولهم الى شكل مربع. وبعد كده هعمل اتاش للقطع، خلينا ناخد دول واسحبهم لبره. هعمل اتاش للقطع واستخدم البريدجنج عشان اخليهم هما الاثنين قطعه واحده. طيب نعمل كمان لدي، سوري نعملها تاني،
ناخد بقى الحافة، ناخد دول نكبرهم شوية يعني مش كتير، ماشي. وناخد ممكن في الاخر نظبط الحجم حسب اللي احنا محتاجينه وحسب اللي يناسب الشكل اللي في الصورة. نعمل كده سكيل ده وسكيل تاني للناحية التانية، وابدأ بعد كده بقى اظبط اقربهم منهم، لان مش هحتاج المسافة الواسعة دي، دي برضو محتاجة ان انا اضغطها تاني اكتر، بس هزقها لتحت شوية، واللي تحت دول هزقهم لفوق شوية وكده. ممكن نفس الكلام في الجوانب، وكده بقى خلصت الموديلنج بتاع الجزء ده. هعمل منه تو كوبيز، هخلي واحدة منهم هيدن والتانية هلزقها في الجزء اللي احنا لسه عاملينه في الفيديو اللي فات اللي هو اللوجو. كده انا عملت الجزء ده اللي هو فيه الاطار. لو بصينا في الصورة بتاعتنا هنلاقي ان احنا ايه ده، هنعمله بقى الموديلنج في اثناء الفيديو اللي جاي، اللي هي القطعة اللي في النص البيضة دي اللي هندخلها فيها، وبعدين نعمل منه كوبي. خليكم معايا، هنحطها هنا في النص بحيث تبقى نفس المقاس اللي احنا عملناه.